تدم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 د
مرحبا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي القناة في فيديو جديد. بعد أن أعلن بطل أسطورة المسلسلات التركية مسلسل وادي الذئاب الفنان نجاتي شاشماز أو كما هو معروف عربيا بمراد علمدار رسميا بشرى عودة المسلسل الرائع إلى الشاشات مجددا عبر برنامج إيبو شو، بدأ بعض أبطال المسلسل السابقين بتأكيد هذه العودة أيضا بعد أن كانوا سابقا لا يصرحون بأي معلومات أو تفاصيل عن هذا الموضوع. أحد أبطال المسلسل السابقين وهو الفنان إرهان أوفاق الذي عرفه جمهور وادي الذئاب بعمران أكد أيضا قبل أيام وفي بث مباشر على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي نبأ عودة مسلسل وادي الذئاب. وأكد عمران أيضا بأنه تحدث مع نجاتي شاشماز بطل المسلسل عن تفاصيل الجزء الجديد من وادي الذئاب، وقال بأن شاشماز سوف يدلي قريبا بتصريح عن تفاصيل الجزء 11 من المسلسل. تعالوا معا لنرى ماذا قال عمران في هذا الفيديو. Efendim paralarınız hazır. İki kasa dolusu gördüğünüz gibi iki sandığın içi elmas dolu alabilirsiniz. Sağ olun sağ olun. Teşekkürler. Tamamdır bankacı bey. Teşekkürler. Tüm param burada. Allah Allah ya. Rüzgar bey neden tüm parasını çekti? Yani Kurtlar Vadisi ile alakalı Necati abi güzel bir açıklama yapacaktır muhtemelen o konuyla alakalı. وكانت الأخبار قد تحدثت عن عودة بعض شخصيات المسلسل السابقين في الجزء الجديد من وادي الذئاب منهم عمران وعبد الحي وجاهد كايا، إضافة إلى مشاركة نجوم الدراما التركية الآخرين في مسلسل وادي الذئاب الجديد. فمتى سيعلن مراد علمدار التفاصيل الأكيدة عن الجزء الجديد عن أسطورة المسلسلات التركية مسلسل وادي الذئاب؟ هذا ما سنعرفه في الأسابيع القليلة القادمة. شكرا لمتابعتكم. وأخيرا لا تنسى عزيزي المشاهد الكريم أن تدعمنا بالإعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة.